بتاعه هل عشوائي ولا منتظم شبه منتظم؟ احنا هنفترض ان هو شبه منتظم. يعني قوى المسافات بعيدة هنحضره كده لكن يعني شبه منتظم المسافة من هنا وهنا تقريبا المسافة من هنا وهنا نظريا طبعا كل دي افتراضات عشان نبسط الاناليسيس بتاعته. فاحنا بنفترض ان الجهاز بيرفكت مفيش انتراكشن ما بين الموديولز الموديولز بعيدة قوي عن بعضها في نفس الوقت متوزعة بشكل منتظم كده ما فيش بوتنشال انرجي لان ما فيش فورس ما بين الموديولز وبالتالي يبقى التوتال انرجي عباره عن انرجي بس. طب هما ماشيين كده ماشيين ازاي؟ هل بيمشوا مع بعضهم كده؟ هل انت قلت انهم ماشيين مع بعضهم؟ ثلاثه اللي بعدين ماشيين مع بعضهم؟ لا ماشيين راندوم موشن. يبقى هي الموشن بتاعتهم راندوم. رقم اربعه راندوم موشن. طبعا مع الاعداد الكبيره قوي العمليه ممكن تتحقق يعني. يعني ما دام ماشي راندم وده ماشي راندم وده ماشي راندم وده ماشي راندم بس اجي اصور الصوره الاقي في لحظه معينه الحته دي منتظمه. تمام؟ ليه؟ لان ده هيمشي في اي مكان مولكيول تاني. ده هيروح حته تانيه في مولكيول من حته تانيه هيتكلم مع حد وهكذا. فلو صورت نفس الصوره بقى صورت صوره تانيه بعد وقت معين هلاقي نفس الصوره تقريبا. فهي الشكل اللي هو المنتظم ده تقريبا وهي الحركه العشره. الحاجات دي هتفيدنا واحنا بنشتغل في البروف الداتا. لو ما فيش ورقه بتمشي لوحدها يعني دي اعداد كبيره ملايين ملايين. اه ما هي الجهاز مال الدنيا اصلا. فخد بالك شويه من الجهاز مال الدنيا اصلا. فالحركه بتاعته مشوارية والمسافات البينيه بتاعته كبيره جدا طبعا بالنسبه للدايمتر المسافات البينيه كبيره مفيش فرصه ما بين الموديول مفيش بوتنشال انرجي يبقى في كينيتيك انرجي. بيست بقى على الاسامبشن دي نقدر نجيب البريشر بتاع الجهاز. فاكرين اللي الترم اللي فات قلنا البريشر بتاع الجهاز بيتغير ولا بيبقى ثابت في الفراغ؟ مسألة الفراغ كان عليه مسائل الترم اللي فات. طيب الجهاز ده لو ما فيش جرافتي او لو في جرافتي البريشر بتاعه هيتغير ولا لا؟ مش هيتغير. ليه؟ لان البريشر بيعتمد على الضغط بتاع الموديولز نفسه ما بيعتمدش على الجرافتي خالص. فاذا البريشر بتاع الجهاز ده بيعتمد على الموديولز دي ازاي بتربط الوول في وورد عشان تقدر تقيس التربيه. فالعنوان التاني بقى من الاسباب اللي هنبين الاسباب بتاعنا بريشر اوف الجهاز وركز معايا فيه كويس قوي. الاسباب ده كل خطوات علينا بيجي في المسائل كان ازاي يعني كل جزء من ده ممكن يبقى جزء من المساله. يعني هو مفيد كنظري ومفيد كمسائل. طيب احنا افترضنا ده يا جماعه اهم حاجه في الافتراضات بتاعتنا جاز راندوم موشن وشبه منتظم بحيث ان انت ما تقدرش تفرق بين الاكس والواي والزد هم كلهم تقريبا زي بعض. لكن هل سرعه ده زي سرعه ده؟ لا مش شرط بس في الافرج في الافرج متساويين. ممكن نقول يعني لو جبت مليون مركيول ماشيين في اكس مليون تانيين ماشيين في واي ومليون ماشيين في زد وخدت الافرج في الاكس والافرج في الواي والافرج في الزد يطلعوا تقريبا قد بعض. طيب هناخد الايه؟ هناخد مساحه الطول بتاعه كده. والمكعب ده في مجموعه موديولز عماله ايه؟ بتتحرك بطريقه عشوائيه. المحاور بنختارها زي ما احنا عايزين. اكس واي زد اي
حاجه مقاطعه مقاطعه كانه بولز يعني كانه مكون من سيف وبولز وحاجز انا فيه جزء من الجسم عايزين نجيب البريشر بتاع الجسم هنختار من كل واحد بس وحطه في اتجاه محور اكس المنظور ده ماشي في اتجاه محور اكس فاحنا اللي بنطلع محور اكس فين يعني هل ده اول قصاده ايه؟ قصاده اول تاني هنفترض ان هو ماشي في اتجاه اكس المنظور ده كده اهو ماشي في اتجاه اكس بالشكل ده يبقى ماشي بسرعة ايه؟ في اكس طب لو كان ماشي في زاوية كان ممكن يعني نحللها لو ماشي في زاوية نحلل في اكس وفي واي بس يعني بسهولة هناخد الشكل ده هناخد واي دايمنشن لكن اثبات فريم تو دايمنشن وفريم تو دايمنشن دي نفس النتيجة احنا بناخد الاسهل هنا بناخد الحل طب الكيو ده هيضغط في الحيطه دي تمام هيحصل له ايه؟ هيعمل ضغط هيضغط على الوول وانت هيجي هنا يضغط ويرتد بالشكل ده هيرتد بسرعه قد ايه؟ احنا بنعتبر حاجه اسمها الاستيك بوزيشن يعني هيرتد بنفس السرعه في ده مرن يعني ده تصور مرن حاجات الناس مش عارف يتطور طب يبقى اذا هو خطر ورجع تمام كده البريشر بقى بيجي ازاي؟ الكيل ان جنرال هي الفورس بتاعتها ايه؟ الفورس اللي بتأثر الموليكيول ده بيأثر بفورس معينة الفورس دي هير اريا يديني البريشر اب طب الاريا دي بكام؟ الاريا ال سكوير تمام كده طب الفورس بقى يبقى مين بقى؟ نرجع بقى لمين؟ اللي هي ايه؟ قانون نيوتن التاني دلتا بي على ايه؟ على دلتا تي دلتا بي اللي هي المومنتم تشينج المومنتم وديتا تي اللي هو التايم اللي بيحصل فيه التشينج ده او اللي هي الزمن بتاع الخطوات اللي بيخبطها من كيو طب من كيو ده هيعمل كام خطه يعني؟ هيعمل خطه كده ويدخل؟ انا لو هو ماشي فيكس ايه اللي هيحصل؟ وهيرجع للدور اللي قدامه هيخبط تاني هيحصل له ايه تاني؟ هيرجع هيخبط تاني ويرجع تاني وعمال بقى عمال بيخبط يبقى الخبطات دي حركه دوريه يبقى الفورس دي مش بتحصل في زمن متتلاشى لا بتحصل دوريه يبقى دي فورس دوريه يبقى دي بيريودك فورس عمال كل شويه بيخبط عمال كل شويه يخبط بيبدا حلو لا ما بتقلش الطاقه ده اسمه الاستيك بروفيجن يعني ما بتاثرش على الطاقه بتاعته الاستيك بيريود فورس يعني كل شويه عمال يخبط يرجع يخبط ويرجع تمام؟ جميل؟ كل ده في الاكس اكس ما هو عمال يروح ويرجع تمام؟ يبقى لو بصينا على الموديول بقى في الحركه بتاعته هنبص تلاقيه الاتي يبقى هو بيخبط صح كده؟ ويرجع يخبط هنا ويرجع يخبط تاني وهكذا عمال يروح ويرجع يروح ويرجع وكل شويه هو بيكبر عمال يخبط في الرول احنا بنتعامل مع الرول اللي هي ناحيه اليمين عايزين نجيب الفورس ناحيه اليمين يبقى في الخطه بتاعته بيأثر جوه كده فجيبها ازاي بقى نفكر بقى دلتا تي اللي هو مين؟ اللي هو زمن الزمن
الخطة والتانية. فالدلتا تي بيساوي كام؟ لو المسافة دي ال مش مسافة قد ايه؟ يبقى ما بين الخطة والتانية يعني لما خبطت هي خبطت يبقى مش كام مسافة؟ 2 ال على الخبط بعد ما خبط على طول رجع مسافة ايه؟ خبط بقى في الدور التاني مش تاني مسافة ايه؟ يبقى التوتال لينس كام؟ 2 ال والسرعة كام؟ السرعة ما اتغيرتش يبقى الدلتا دي كام؟ يعني 2 ال على ميل خلاص شباب يبقى هو رايح جاي عمال بقى كل بقى زمن من دول عمال يخبط خطة كل بعد الدلتا تي ده مثلا الدلتا تي ده 1/2 سنة بعد 1/2 سنة هيخبط تعدي 1/2 سنة يخبط تاني تعدي 1/2 سنة يخبط تاني بعد كده يبقى هو كل 1/2 سنة يخبط خبطة واحدة بس الخبطة دي بتعمل قوة ايه؟ لا احنا هنفترض برضه يا باشا انا قلت في الاول ان المعاكس بدا لو 2 دي زي 3 دي زي 1 دي مش هتفرق لكن هو طبعا الحركه دي ممكن ما تحصلش بالصدفه يعني هو يبقى في اكس ويرجع تاني على اكس لان هي حركه عشوائيه فهو عاده هيخبط في زاويه تمام ويرتد زاويه وهكذا لكن احنا بنفترض ايه؟ الافتراضات البسيطه بتاعتنا دي هو ماشي مفضل ماشي طيب الدلتا في بقى بتساوي ايه؟ فرق المومنتوم بيساوي كام؟ هو ماشي كان ماشي في الاتجاه ده وسط الاكس بص على الرسمه هنا دي يبقى المومنتوم بتاعه كام؟ ام بي اكس ناقص لما رجع نيجاتيف اه يبقى ناقص ام بي اكس طبعا احنا هيهمني الماجنتيود يهمني الماجنتيود عشان بعض الكتب لو بصيت في بعض الكتب هتلاقيهم بيعملوا ايه؟ يقول لك الفاينل ناقص ام بي اكس الانيشال ام في اكس يبقى طرحهم مع بعض ناقص 2 ام في اكس مش مهم الاشاره دلوقتي انا هيجي لك ماجنتيود اللي هو هيطلع 2 ام في اكس يبقى الدلتا الاول تشينج فاينل ماسنيشن الصح بتاعه فاينل ماسنيشن احنا خدناها انيشن ماس فاينل لان انا مش شغال على الاشاره دلوقتي يبقى ده التشينج في المومنتوم وده الدلتا دي الزمن ما بين خطه والخطه الثانيه زمن خطه واحده. اللي منكم يعني ذاكرته كويس بدات تكون سنه بس بطريقه مختلفه. يعني طريقته مختلفه. ما كانش في جنيه يعني كانوا بيعملوا طريقه كده برضه. ماشي كان فيها ابروكسيميشن تاني. يعني احنا عملناها بطريقه سنه ما كنتوا بتاخدوا طريقه. لا ما هو بص الزمن خطا يعني خبط صح؟ رجع مشي خبط تاني انا عايز الزمن اللي بين الخبطتين دول اه نفس المكان اللي هو هنا والله يا شباب انا بجيب الفورس فين؟ على الرول اللي ناحيه اليمين بجيب الفورس على الرول ناحيه اليمين فكده بقى عندي الدلتا بي وعندي الدلتا تي الحته بقى اللي انا قلتها في الاول ان الاثبات مهم عشان المسائل فممكن في المساله مثلا هدي لك السرعة والجيم وأطلب التشينج في المومنت أطلب زمن ما بين خطتين التو كوليجنز ممكن أطلب عدد الكوليجنز في الثانية الواحدة يبقى إزاي؟ عدد الكوليجنز في الثانية الواحدة أحسبه بقى يعني دلتا تي ده إيه؟ الزمن ما بين التو كوليجنز صح؟ يبقى لو عايز تجيب عدد الكوليجنز في الثانية يبقى هي واحد على تي أكتبها لكم عشان تبقى سهل number of collision per second هي واحد على الدلتا تي طيب احنا كده جبنا الدلتا تي والدلتا بي يبقى اقدر اجيب الفورس يبقى الفورس اللي بتأثر على الرول بتساوي اتنين ام في اكس على اتنين ال على في اكس الاتنين دول مع الاتنين يبقى لنا ايه؟ ام في اكس سكوير على ال ده مين؟ ده الفور يو 2
one molecule. أو ما تنساش إن الإم ده الماس بتاع one molecule. شباب عشان بالكم يبقى الإم ده الماس of one molecule. يبقى احنا الفورس عشان نجيب الفورس اللي على الوول بنجيب التيتا بي اللي تشينجز المومنتم على التايم اللي حصل فيه الخلطه دي. فلو بصينا مكاني للمولكيول وهو بيخطر هو ابتدى الخلطه بتاعته زي ما وصلت وبعد كده رجع خبط في الوول الثاني ورجع ثاني خبط في الوول اللي انا بحسب عندها الفورس. يبقى قطع مسافه قد ايه؟ قطع مسافه قد ايه؟ وهو سرعته كام ما بقتش؟ سرعته في اس. يبقى ده التيتا دي بتاع زمن تاثير القوه، زمن تاثير الخطه. الخطه دي نشا عنها تشينج في المومنتم. اللي تشينج في المومنتم ام في اكس تمام ناقص ناقص ام في اكس لانه غير الاتجاه بتاعه. فيبقى التشينج بتاعه 2 ام في اكس. هجيب بعد كده الفورس اقسم التيتا بي على التيتا دي تمام هيطلع لي ان الفورس بتاعت يساوي ام في اكس تربيع على ال الام بتاع 1 مولكيول يبقى الفورس ايه؟ ديو تو 1 مولكيول. طب لو عندي ايه مولكيولز؟ هل اضرب في ام كده على طول؟ لا هنا بقى خطر لان الحركه عشوائيه فلازم ناخد تاثير اضافي يعني ما ينفعش اضرب في ام مباشره كده لان السرعه ممكن تتغير مولكيول مولكيول تاني ممكن السرعات بتاعتهم تتغير. الافتش بتاعهم اون افتش يعني ثابت انما مولكيول عن مولكيول ممكن يفلت يعني ده مثلا ماشي بسرعه دي اكس 1 انما الثاني ماشي بسرعه دي اكس 2 الثالث اكس 3 الرابع اكس 4 وهكذا. فانت ما تضمنش ان السرعات تبقى اسهل تبقى صعب شويه مهمه يعني كل ده كان سهل عشان وان مولكيول. يبقى فور اني مولكيول هنبتدي بقى ناخد شويه من الحركه العشوائيه وبالتالي انت ما تضمنش ان السرعات ثابته. فهنبتدي ناخد الديفينيشن دي يبقى الفورس بيساوي ام على ال اجمع بقى الفورس كلها مع بعض يعني لو واحده واحده كده عشان تظبطوه. يبقى الفورس الاولانيه هتبقى كام؟ دي اكس 1 الفورس الثانيه دي اكس 2 الفورس الثالثه دي اكس 3 الفورس رقم ايه؟ المولكيول رقم ايه؟ اكس ان ده دي التوتال فورس. يبقى احنا لو جبنا مولكيول واحد بعد كده هنجمع الفورس كلها على المكان. ما هو ده بيعمل خطر، الموكيول الاولاني بيدي خطر، والتاني بيدي خطر، التالت بيدي خطر، كلهم عمالين يخبطوا في اتجاه اكس. تمام؟ واحد يقول اشمعنى اكس؟ ما يدي واي، اه فعلا ممكن يبقى واي. يعني لو حركه عشوائيه ممكن يبقى زد. فاحنا خلينا في اكس دلوقتي وبعد كده نشوف واي. لا الافرج بتاعه انما هو كل واحد المفروض ماشي بسرعه مختلفه عن التاني لانها حركه عشوائيه بس. فلما الحركه تبقى عشوائيه يا جماعه الافرج حاجه وكل حاجه لوحدها تبقى موضوع تاني يعني كل مولكيول بيتحرك بسرعه مختلفه عن التاني. لكن اتجاه اكس زي واي زي زد هي دي بقى النقطه ما تقدرش تفرق بين اكس وواي وزد. يبقى اف توتال اتجاه ايه؟ اكس احنا لسه في اتجاه اكس. معلش احط اكس كده تحت الاف وخد ام على ال مشترك. يبقى لك ايه؟ اكس 1 تربيع زائد بي اكس 2 تربيع زائد بي اكس 3 تربيع زائد نوع زائد بي اكس ان تربيع. يعني مثلا هديك مثال الاولانيه ماشيه بسرعه 1 الثانيه ماشيه بسرعه 2 التالتة ماشية بسرعة 1 الرابعة ماشية بسرعة 3 يبقى الأفرج بتاعهم كام؟ يعني لو خدنا المتوسط الحساب البسيط
يبقى 1+2=3 +1=4 +3=7 7 على كام؟ 7 على 4 يعني اقدر اقول ان الكيوب بتتحرك بسرعه 7 على 4 ده ايه؟ المتوسط انما لما ادخل جوه التفاصيل لا كل واحد بيمشي بسرعه طيب الاكسبريشن ده طبعا صعب جدا فلازم نعمله بطريقه قفله فاحنا ديفاين لو قسمت ده على ايه؟ هيطلع ايه؟ اللي هو المتوسط اللي احنا لسه قايلين عليه بس متوسط تربيع بقى مش اي متوسط المتوسط العادي يعني ده مش متوسط السرعات ده اسمه ايه يا جماعه؟ متوسط السرعات تربيع يعني اعرفه ازاي تقدم لما يبقى عندنا ارقام 1 2 3 4 مثلا الاكس بيساوي 1 2 3 4 يبقى الاكس افريج كام؟ ده رمز الافريج انتوا عارفين الكلام ده ولا مش عارفينه؟ طب رمز الافريج المتوسط يبقى بيساوي كام؟ 1+2+3+4 على كام؟ على العدد صح كده؟ طيب هنا نفس الفكره بس هل هنسميها في افريج؟ لا هنسميها في اكس تربيع افريج يبقى ده الافريج بتاع السرعه تربيع خلاص خليك معايا في الحته دي مهمه يعني الافريج بتتكتب كده يعني الافريج بتاع السرعه تربيع يفرق كتير جدا عن التربيع بتاع الافريج هديكم مثال رقمي حالا معاكم الافريج بتاعكم كام؟ 1+2+3+4 على 4 يبقى 10 يبقى 2.5 يبقى الافرج بتاعهم 2.5 ده الافرج العادي طب لو ربعنا وخدنا الافرج يطلع كام؟ 1+2+3+4 على 4 حد يطلع لنا رقم ده طب لو ربعنا الافرج يعني خد الافرج وربعناه يبقى كام؟ دي 7.5 طب ودي كام؟ اللي فوق 7 واللي تحت كام؟ 12 اللي تحت 2.5 6.25 ودي كام؟ اه شفت الفلوس بقى يبقى لما تربع تربع وتاخد الافرج يبقى انت بتاخد الافرج بتاع التربيع هنا انت بتاخد التربيع بتاع الافرج بس تنتهي كتير جدا يا شباب. اعتقد في لو كان معايا كان في تايم كده لو الحته دي. مش عارف صباح الخير هي مش واضحه في الكتاب يعني هتلاقيها مكتوبه بطريقه مش مظبوطه. نتيجه التايم يعني هي مكتوبه كده. انت ما تبقاش فاهم ولا مش فاهم بالظبط. فالتايم ده مش مظبوط، كان المفروض كده ازاي؟ بس هي كمان الكود صعب شويه. المفروض كده كده في تربيع، في تربيع، وبعد كده سيبه من قبل ده. هو ده الصعب، في اسمين يعني ايه؟ مظبوط. زي ما انتم شايفين اهو بالارقام لما تاخد الافرج بتاع التربيع يختلف تماما ان انت تاخد التربيع بتاع الافرج احنا هنا بنشتغل على ايه؟ على الافرج بتاع التربيع بعد كده جبنا ديفينيشن جديد اسمه ايه؟ الافرج بتاع التربيع طيب يبقى القيمه دي كلها انا هشيلها واحط ايه؟ احط ايه؟ في اكس تربيع افريج اذا اف اكس او ان مربوط يساوي ان العدد الماس بتاع واحده منهم عدد طول المكعب مضروبه في اكس تربيع افريج اهي الحته دي دايما خليك متابع معايا في المسائل دي جزء من المسألة. أدي لك دي إكس
سويت كده بس واحد اثنين ثلاثة أربعة وأقول لك هات لي الفورس بتاع الريفيوز ده في جاي إكس بس فأنت هتشتغل وتجيب ريف في جاي إكس بس. طيب البريشر بقى بيساوي كام؟ البريشر ده لسه قايل لكم حاجه من شويه البريشر بي اف بي اكس كام؟ الفور على الاريا لسه ما عرفتوش حاجه في الكلاس والفورس كام؟ لان ام على ال بي اكس تربيع على ايه التربيع؟ فيديني كام في الاخر؟ يديني ام 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 على ايه التربيع؟ دي اكس تربيع على يبقى ده البريشر تجاه طيب يبقى ايه رقم في اكس تربيع
the average, you are the near average. That is all. This is the near average. It's all. But we are not talking about the near average. And the same. طب لما كده في سرعه محصلة اللي هي اسمها دي احنا غالبا بقى شغلنا هيبقى عن دي بعد كده قدرت اجيب ان دي اكس تربيع هي نفسها دي زد تربيع هي نفسها دي واي تربيع واستخدام العلاقه اللي هي دي تربيع يساوي اكس تربيع زي دي واي تربيع زي دي زد تربيع بقدر اقول ان الثلاث سرعات اللي هو الهرتز بتاع التربيع ده اكس واي وزد يساوي دي تربيع ده لما اجي اتكلم عن البريشر هل هو بي ولا بي اكس بي ولا بي زد؟ خلاص بي لا ما هو احنا البريشر يبقى اسمه بي خلاص ما بين قوسين اللي هو بي اكس اللي هو بي واي اللي هو بي زد ومهما اخترنا المحاور البريشر مش هيتغير خلاص دي قاعده معروفه يبقى البريشر دي يساوي كام بقى؟ نرجع بقى للمعامله اللي احنا شغالين عليها أقول بي إكس بقى أشتغل بي إكس ولا بي واي ولا بي زد؟ بي أشتغل بي بقى خلاص وده كده كام؟ على إيه اللي تجي؟ شيل بي إكس بقى نحطها كام؟ تل بي تربيع أبي كده إكسبريشن بتاعتك بقى بسيط شوية نبسطه أكتر بقى الإيه اللي تجي دي تاني؟ الفولي بتاع الفا كويس اللي كده عليها اللي هي تكاليف هي الفولي مش كده بس ده ال اللي هي الماس بتاع الوقت موجود يبقى ال في الاف بيديني ايه؟ ها؟ الماس بتاع كل الوقت صح كده؟ يعني ال مضروبه في الام هسميها ايه بقى؟ هسميها الام كده الام التوتال بقى الام دي التوتال ماس اوف ان مولكيول ليه؟ لان الام النمبر اوف مولكيول والام الماس اوف وان مولكيول العملية تبقى تهدى شوية الاكسبريشن تختلف اهو فيه يبقى كده البي البريشر يساوي ام توتال ماس على بي مضروب في تل بي تربيع بقى كل شويه حته دي تبيعها مش دي تعالى ضربها ضربها على حاجه كده على الاسم يعني كلمة افريج ساعات بنسميها مين؟ افريج اللي هو المين يعني دي تبيع سكوير ده فعل مين؟ اور الافريج يبقى المسمى بتاع دي تبيع افريج ده اسمه ايه؟ ممكن نسميه ايه؟ بلاش التاني عامل ايه؟ تربيع بسرعة. فاحنا هنسميه مين؟ سكوير يعني الافريج بتاع السكوير يبقى مين سكوير؟ مين سكوير سبيد متوسط مربع السرعة متوسط مربع السرعة متوسط مربع السرعة طيب الجزء الثاني الكلام ده بيساوي ايه؟
الجزء يعني لو خدت الجزء مش مسميات بس دي تقريبا الجزء كمان بيساوي ايه روت مين سكوير سبيد انا خدت الروت خدت الجزء ماشي بتمشي شويه في تربيع افريج الافريج بتاع التربيع خد الجزء يبقى جزء الافريج بتاع التربيع فيبقى اس روت مين سكوير سي طب واحد ده ايه؟ متر تربيع سنه تربيع واحد ده ايه؟ متر على سنه طبعا واحد ده متر على سنه يبقى واحد ايه؟ سرعه يبقى نسميها ايه بقى السرعه دي؟ نسميها في ار ام اس عرفت بقى ار ام اس دي؟ ها؟ اصلها ايه؟ روت مين سكوير ده ديفينيشن علشان ما اقعدش كل شويه اكتب دي تربيع افريج دي تربيع افريج هنكتبها بطريقه مبسطه يبقى دي تربيع افريج اسمه ايه؟ درجه التربيع انا لسه قايل ان ده وحدته سرعه تربيع ده وحدته سرعه الحته دي على بعضها انا سميتها روت مين سكوير سي يبقى الحته دي روت مين سكوير تربيع ماشي اذا البريشر بيساوي سلك ام عادي مضروبه في ار اس تربيع خلاص كده بدل كل شويه اقعد اكتبها دي تربيع افريج لا هكتبها دي ار اس تربيع وانت عارف ار ام اس جت منين؟ جت من هي الجزء التربيع بتاع السرعه التربيع اللي بعد الثلاثه ماشي؟ هي كل ده طبعا عمليه ايه؟ في الافرج بتبقى ثابته يعني كل المولتيوز زي بعضها يعني بص شويه واحد يقول ده المولتيوز سرعتها مختلفه اه صح سرعتها مختلفه فعلا المولتيوز سرعتها مختلفه لو هتنسى كده لكن في المتوسط ليها سرعه بعبر عنها ايه؟ دي في ار ام اس اللي هو المتوسط بتاع التربيع بتاعك. يبقى لو طلبت منك الفي ار ام اس بتاع 10 مولكيول، المولكيول الاولاني ماشي بسرعه 2 والثاني 3 الثاني 2.5 7 6 وربع 1.8 3 4 5 6 كفايه تقول أربعة ونص مثلا يبقى دي سرعة يبقى زي كده الأي بي إس الأي بي إس بس هجيبه إزاي؟ ترجع بقى للديفينيشن بتاع إيه؟ الأي بي إس هو الجزء التربيعي تاخد الجزء التربيعي بتاع إيه؟ السكوير أفريج السكوير أفريج ده هجيبه إزاي؟ أنت بقى التفاصيل أهو أنت بوضحها السكوير افريج يبقى 2 تربيع زائد 3 تربيع زائد دي جت مساله في امتحان قبل كده 2.5 زائد 7 تربيع يبقى شفت بقى دي حتت من جوه الاسباب احنا الاسباب كده تقريبا مشططه بس كل دي يعني تربيع زائد 1.8 تربيع كفايه اشتغل الارقام دي عشان بص كده على كام بقى؟ عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 يبقى نمشي مع يبقى بعد ما اجيب التربيع بتاع كل واحد تاخد الافش بتاعتهم المحمود بيسموهم على عددهم وبعد كده تاخد الكاس يبقى انت كده عملت الروت خدت الروت يبقى هو ده اسمها الروت مين سكوير سي يبقى احنا كده قدرنا نعبر عن البريشر بدلاله ثلاث حاجات اللي هم ايه؟ التوتال ماس ماشي؟ ايه تاني؟ الفوليوم السرعه السرعه المتوسطه هو الام على ده بيفكركم بحاجه ولا ايه؟ بريشر بيساوي ايه؟ الرو في البي ار بي اس تربيع ده قانون جانبي لان الرو بتساوي الام على دي طيب ها؟
ان الناس توتال ايه في التوتال بتاع كل الولايات الموجوده في البحر بتاع البحر تمام كده. مكان شباب كويس انك سالت السؤال ده. والتاني والتاني حته انت عشان تبقى عارف التفاصيل كويس. الاسباب اصلا ان احنا عندنا مكعب. المكعب ده جواه المولكيول. يبقى الملك بتاع المكعب جواه ايه؟ جواه 9 مليون مليون على المولكيول. يبقى الام مليون تي الماس بتاع واحده منهم مقسوم على الفوليوم بتاع المكعب. عشان كده كان فاهم ثلاثة الرو رو بقى جنرال بقى اي مكعب اي مكعب في عدد ايه يبقى هيدينا على طول التمبريشر بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الرو بيعتمد على السرعه. طب هل السرعه دي بتعتمد على ايه؟ هنشوفها بقى كمان شويه. نمبر ايه؟ نمبر ايه؟ هنجيبها منين؟ هنجيبها لو انت عايز لا النمبر اوف دي ليها موضوع تاني نجيب على الكلام الكبار اللي بره كده شويه. ها؟ الرو بتاعت الجاز الدنيا بتاعت الجاز طب لما اجي اقول
قبل بتاع كلام ده زي ما هي كده ثابته يبقى دي تربيه عقله اذا ما هي لسه ما عندها اصلا مش شويه دي تربيه عقله سميناها ايه؟ سميناها دي عقله ايه؟ تربيه تمام؟ لان دي تربيه قبل بتاع الجسم هي اللي اسمها دي عقله احنا كده جبنا الافريج ترانسليشنال ده 1 تو 2 طيب على فين بقى نشتغل نحاول نشوف ايه الوقت ده الحراره يا رب ده درجه الحراره واحنا بقى نخليك معايا كده ارجع للقانون ده Now, move to find the average translational. The big thing of one more tool, in terms of temperature T. This is what I'm saying. Gracias.
يبقى الـ
الشيء انا كده وصلنا ربطنا السرعه بالحركه متاخر ما يكون دي اهم حاجه ان احنا نربط السرعه بالحركه بتاع Yeah.
ثلاثة على اثنين هي دي خلاص كده بنقطر سواء كده جهاز التربية ايه؟ ثلاثة تي سي على اثنين معاك على ايه؟ مين يقول لنا بقى بتاع ايه السرعة دي؟ مهمة جدا دي السرعة دي خطيرة هنتكلم عليها في السنة وما ان شاء الله ومنتهى الأهمية بتعتمد على الكي ده ثابت التي الحرارة بتكلم الام الناس بتعمل الكيوت اللي بتعتمد على نوع الجهاز كل جهاز دي ام مختلف عن التاني يبقى ده الماس اوف 1 مولكيول دي تمبريتشر ان كيلو ده هتحسبها لو عندك كذا سرعة اللي هي حضرتك دي نفس الكلمة لما كده لازم لازم يا جماعة يبقى لازم لما تيجي تاكل لو عندك مولكيولز كتيرة جدا مليون مولكيول وانت عارف كل السرعات بتاعتهم وخدت كارت الصوت بتاعتهم هيطلع لك حاجة اسمها فيرنس هي نفسها لو عندك درجة الحرارة تقدر تحسبها مباشرة لازم تطلع نفس الكلمة فزي ما انتم شايفين الفيرنس بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الحرارة تعتمد على نوع الجهاز لكن في قانون تاني كنا كتبناه من شوية مش عارف انا مسموح من المسؤولين اللي هو كويس الحمد لله البريشر بتساوي ايه؟ بيت روم بي ار اس تربيع وعارف يقول لك طب ما كده البي ار اس الجهاز التربيعي 3 بي على روم احنا فين الحراره؟ طب ما كده في ار ام اس تعتمد على البريشر تعتمد على الروب صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ هل في ار ام اس تعتمد على البريشر؟ البريشر موجود اهي؟ غلط فجأة لا البريشر مش موجود افرض البريشر اتغيرت يعني طريقة ما كيف البريشر اتغير بطريقة ما؟ يبقى هل ده مش ايوه صح كده؟ البريشر لما بيتغير الروب بتتغير يا شباب. الروب بتتغير. ساتش فاش ان في ار ام اس ما تعتمدش غير على الحرارة. في ار ام اس ما تعتمدش غير على الحرارة. فالقانون ده ما تستخدمش كده مباشرة. لا لازم تبقى عارف انت تقدر تحوله ببساطة ما هو في دي تساوي ايه اصلا والروب ام عالي فنقدر نوصل منه للقانون اللي لسه كاتبينه من شويه